لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. يواجه سعد النصيري مجموعة من الصعوبات للتعاقد مع لاعبين أجانب في الميركاتو الشتوي، حيث أكد مصدر وداد مسؤول أن فريق الوداد فشل في إيجاده لحل من أجل التعاقد مع لاعبين أجانب في الميركاتو الشتوي، وذلك راجع لتعليق الرحلات الجوية من طرف السلطات المغربية، حيث اضطر فريق الوداد إلى إلغائه لمجموعة من المفاوضات مع لاعبين أفارقة جنوب الصحراء، وذلك بعدما تعذر عليهم السفر إلى المغرب من أجل الخضوع لاختبارات تقنية وبدنية للتعاقد معهم في الميركاتو الشتوي. كما أوضح أن المدرب وليد الركراكي فتح قنوات الاتصال مع مجموعة من اللاعبين الأجانب الذين يمارسون في الدوري المغربي، إلا أن أغلب الأندية الوطنية متشبثة بلاعبيها الأجانب ولا ترغب في التخلي عن خدماتهم في الميركاتو الشتوي. أخبر الطاقم الطبي لفريق الوداد المدرب وليد الركراكي بأن مدافعه أيوب العملود يتمثل للشفاء، وذلك بعد العملية الجراحية التي خضع لها في شهر دجنبر الماضي بعد إصابته بكسر على مستوى الكاحل، حيث أوضح مصدر وداد مسؤول أن الطاقم الطبي لفريق الوداد أخبر المدرب وليد الركراكي بأن أيوب العملود يستجيب للعلاج بشكل جيد، وأنه من المتوقع أن يعود إلى الميادين خلال انطلاق الشطر الثاني من الدوري المغربي. وكان المدافع أيوب العملود قد أصيب رفقة المنتخب الوطني المغربي في البطولة العربية للمنتخبات، حيث اضطر للخضوع لعملية جراحية على مستوى الكاحل. تعذر على المهاجم بديع أوك الانتقال إلى نادي حسنية أكادير في الميركاتو الشتوي، وذلك بعد خلافه مع سعيد النصيري حول مستحقاته المالية، حيث اشترط سعيد النصيري على المهاجم بديع أوك التنازل عن مستحقاته المالية العالقة بذمة الفريق الأحمر والتي تقدر بحوالي 400 مليون سنتيم من أجل السمح له بالانتقال إلى نادي حسنية أكادير في الميركاتو الشتوي، لكن المهاجم بديع أوك اقترح التنازل عن 140 مليون سنتيم من مستحقاته المالية، وذلك ليسهل عملية انتقاله إلى نادي حسنية أكادير، غير أن سعيد النصيري رفض ذلك. ويذكر أن حسنية أكادير قد توصل إلى اتفاق رسمي مع فريق الوداد للاستفادة من خدمات المهاجم بديع أوك في الميركاتو الشتوي. نجح فريق الوداد بفسخه لعقد المدافع بدر الدين كدارين بالتراضي، وذلك لتسهيل مهمة انتقاله إلى أحد الأندية الوطنية في الميركاتو الشتوي، حيث أكد مصدر وداد مسؤول أن سعيد النصيري اضطر إلى فسخه لعقد المدافع بدر الدين كدارين بالتراضي، وذلك بعدما وضعه المدرب وليد الركراكي ضمن قائمة المغادرين في الميركاتو الشتوي. كما أوضح أن المدافع بدر الدين كدارين تنازل عن جزء كبير من مستحقاته المالية العالقة بذمة فريق الوداد، وذلك رغبة منه في تسهيل مهمة مغادرته لفريق الوداد والتوقيع في صفقة انتقال حر لفريق آخر بالدوري المغربي في الميركاتو الشتوي. رفض فريق الوداد عرضا احترافيا من الدوري الفرنسي لانتقال مدافعه الشيخ إبراهيم كومارا مقابل 1.5 مليار سنتيم في الميركاتو الشتوي، حيث أكد مصدر وداد مسؤول أن المدافع الشيخ إبراهيم كومارا يحاول الضغط على فريق الوداد للموافقة على انتقاله إلى الدوري الفرنسي لرغبته الكبيرة في الاحتراف بأوروبا، حيث أوقف مفاوضاته لتجديد عقده مع فريق الوداد رغم أنه كان قد توصل إلى اتفاق نهائي مع سعيد النصيري على جميع الشروط لبقائه بالفريق الأحمر. كما أوضح أن فريق الوداد يرغب في بيعه بمقابل مادي يصل ل 2 مليار سنتيم، وذلك للموافقة على التخلي عن خدماته في الميركاتو الشتوي. كما دخل سعيد النصيري في مفاوضات شادة مع المدافع عبد المنعم بطويل، وذلك تحسبا لمغادرة المدافع الشيخ إبراهيم كومارا للدوري الفرنسي في الميركاتو الشتوي. أخبر محمد المرابط أحد المسؤولين بالرجاء الرياضي أنه يرغب في الانتقال إلى الفريق الأخضر عوض فريق الوداد، وذلك رغم الاتفاق الذي جرى بين هشام إتمنى وسعيد النصيري، حيث تراجع محمد المرابط عن التوقيع لفريق الوداد في الوقت الحالي، وذلك رغم أن هشام إتمنى أكد أنه انتقل إلى الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي. ويحاول بعض المسؤولين بفريق الرجاء الضغط على أنيس محفوظ من أجل التوقيع لمحمد المرابط،
ومن المتوقع أن تشهد صفقة محمد المرابط تطورا شديدا، وذلك بعد رفضه الانتقال إلى فريق الوداد حيث يطالب بالحصول على 150 مليون سنتيم، والتي تمثل مستحقاته المالية العالقة بذمة نادي شباب المحمدية. شارك المهاجم الدولي الليبي مؤيد اللافي بالتداريب مع فريق الوداد بعد غيابه الطويل عن الميادين، وذلك تحضيرا لانطلاق الشطر الثاني من الدوري المغربي ودور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا. في المقابل غاب كل من المدافع أشرف داري وحمزة إسعلال بعدما أكدت الفحوصات الطبية إصابتهما بفيروس كورونا، حيث سيتم إخضاعهما للحجر الصحي حتى شفائهما الكامل من الفيروس. ومن المتوقع أن يشد فريق الوداد الرحل إلى مدينة أكادير في بداية الأسبوع القادم، وذلك للدخول في معسكر إعدادي تحضيرا لانطلاق الدوري المغربي ودور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. حسم فريق الوداد قراره بفسخه لعقد اللاعب أيوب سكوما من جانب واحد بعدما أضحى خارج حسابات المدرب وليد الركراكي الذي قرر استبعاده من المجموعة بصفة نهائية، حيث أكد مصدر وداد مسؤول أن فريق الوداد استعان بتقرير مفوض قضائي لإثباته إخلال أيوب سكوما ببنود العقد الذي يربطه بفريق الوداد من خلال غيابه عن التدريب لأسباب مجهولة. كما أضاف أن فريق الوداد أعد ملفا كاملا عن ظروف فسخه لعقد أيوب سكوما للدفاع عن حقوقه تحسبا للجوئه إلى الجامعة الملكية المغربية للمطالبة بمستحقاته المالية. كما وضع المدرب وليد الركراكي اللاعب أيوب سكوما ضمن قائمة المغادرين لفريق الوداد في الميركاتو الشتوي، إلى جانب كل من المدافع بدر الدين كدارين وحمزة أسرير وزكريا الكياني ومنصف شراشم، بالإضافة للمهاجم الكونغولي شوفيل سومو والمهاجم بديع أوك وسفيان كركاش.